السلام عليكم وأسعد الله جميع أوقاتكم أصدقائنا الراغبين بتعلم اللغة التركية، ويا مرحبا بكم في الأكاديمية العربية الدولية. معكم أحمد جازا، مدرس اللغة التركية وآدابها، ومن خلال الأكاديمية العربية الدولية مستمرين معكم إن شاء الله بشرح منهج تعلم اللغة التركية من المستوى المبتدئ حتى المستويات المتقدمة أصدقائنا. درسنا اليوم هو الدرس الثاني من الوحدة السادسة الذي يأتي بعنوان نردا، تمام، عنوان نردا على الأغلب مثل ما عم نشاهد هون. ورح ندرس فيه موضوعين مهمين جدا. الأولى اللي هي عبارة مثل ما قرأنا بقسم البجريلار ببداية وحدتنا، يعني قسم المهارات، الأولى اللي هي يير يون إفادلريني كولانما، أي استخدام التعابير الخاصة بماذا؟ بالمكان وأيضا في الجهة. هذه التعابير هي اللي بتساعدنا على تحديد موقع معين أو تعريف على موقع معين، مثلا مثل بيتنا بأي حي موجود، ونعرف ما الذي يوجد مقابل هذا البيت، ما الذي يوجد بجانب هذا البيت، وأيضا تحضير أو بمعنى آخر شرح عن المسار اللي ممكن أنا أسلكه حتى أصل لوجهة معينة. فبستخدم بعض الكلمات مثل كارشدكي، أي الذي في المقابل، أو بتستخدم بعض المصطلحات الأخرى مثل يانندكي اللي تأتي بمعنى الذي بجانب، وما إلى ذلك. أركضكي أي الذي بالخلف. أصدقائي مثل هذه الإضافات، وجميعها بتلاحظوا أنه في إلها كي، هي إضافة. هذا موضوعنا الثاني بقسم من دليبليكيسي بدرسنا، اللي هي منقول عنها إضافة الكي، اللي هي إضافة لها استخدامات كثيرة باللغة التركية، ولكن أبسط استخدام لها موجود لدينا بالمستوى الأول التي تفيد بمعنى الذي، اسم بتأتي بمعنى الذي أصدقائي، وتستخدم باختصار معين رح نتعلمه فيما بعد في درسنا. ولكن لازم نرجع إلى درسنا الماضي، لأنه في عنا تتمة ما أتميناها بسبب ضيق الوقت في الدرس، يلي هي بتخص قاعدة اسم تام لاملر. أصدقائنا هي إضافة مهمة جدا جدا في اللغة التركية. تقريبا بكل جملة إحنا بننشئها باللغة التركية نحتاج إلى استخدام هذه القاعدة، أو فينا نعمم إنها القاعدة الأكثر انتشارا في اللغة التركية، لأنها دائما هي تربط اسم باسم آخر، أو بتحدد لنا ملكية شيء إلى شيء آخر. تمام أصدقائي، فهي مستخدمة جدا. معظم المتعلمين اللغة التركية في درس أو في مستوى آبير بيعانوا من هذه القاعدة لأنها دائما مكررة، ولكن استخدامها والفرق بين استخدام القسمين اللي بيميزوها اللي هو البليرتي لي اسم تام لمص، أي اسم الإضافة المعرف، والقسم الآخر اللي هو بليرتي سيز اسم تام لمص، أي اسم الإضافة الغير معرف أو النكرة أو غير المحدد. هذا الشيء اللي بيخليهم يغلطوا شوي وما يفهموا استخدامها الصحيح. فلما يتحدثوا باللغة التركية أمام شخص تركي بيكونوا هن قاصدين معنى معين، ولكن بسبب سوء فهم هذه القاعدة بشكل بسيط بيسيء فهمهم الشخص التركي، وما بيفهم عليهم شو بالضبط هن رايدين يحكوا أو يوصلوا الفكرة لهذا الشخص. فأصدقائي هي قاعدة كثير مهمة، حتى إذا بتشاهدوا بدرسنا الماضي لننظر إلى أي سطر معين موجود لدينا في هذا النص، فأقل شيء عم نشاهد نحن استخدام هالقاعدة. أنا من أضه أي اسم أمي، فأنا هون أصدقائي قمت باستخدام هذه القاعدة لتحديد أن هذا الاسم يعود إلى أمي. تمام، أو زمان جغو معظم الزمن، فأنا ربطت أن كلمة معظم تعود إلى الزمن. تمام، وما إلى ذلك. رح نأخذ أمثلة ونتابع معكم بشرح القاعدة أصدقائنا. قاعدة كثير مهمة، استخدامها بشكل وفير في اللغة التركية بشكل عام أو بشكل وافر، فمنحتاج منا أن نكون على إدراك تام بها. فأصدقائي مراجعة أول شيء لبليرتيسيز اسم تام لمص، يلي هو اسم الإضافة المعرف، مضاف ومضاف إليه باللغة العربية. باختصار لنأخذ هالمثال، أريد منين قلمة، عرفنا أن هذا القلم يعود إلى ذلك المعلم. تمام، فأضفنا كلمة القلم إلى المعلم فنسبناهما بعضهم وعرفنا أن القلم يعود إلى المعلم. ولكن باللغة التركية أريد منين قلمة، الأول مثل ما شفنا بيختلف عن اللغة العربية. نحن إذا ترجمناها العربي بتصير معلم قلم، ففي عنا عكس فيهم. هذا السبب اللي بيسبب لنا بعض الارتباك أحيانا نحن بهذه القاعدة وفهمها. ولكن حتى نبسط الأمور، بيكون عنا نحن أصدقائي اسمين، الأول تامليان، الثاني تاملانان. ببساطة تامليان الاسم الأول منضيف له اللواحق التالية حسب قاعدة التوافق الصوتي الرباعي. إذا كان ينتهي هذه الكلمة، إذا انتهت هذه الكلمة الأولى بإحدى الأحرف التالية أو أ، فنضع أن.
بينما إذا انتهت ب A و E نضع in، بينما O و U نستخدم un، بين un عفوا. بينما إذا كانت تنتهي هذه الكلمة بالحرف الصوتي أ أو أ فنستخدم un. هذا الأمر ببساطة للإسم الأول. وبحال هذه الكلمة انتهت بنهايتها كان في حرف صوتي فنضع ن للوقاية، تمام؟ هذا بالنسبة للقسم الأول اللي هو التاملايان. بالنسبة للتاملانان هي إضافة بسيطة فقط حرف الصوتي واحد، والسي نضعها للوقاية طبعا مع مراعاة قاعدة التوافق الصوتي الرباعي. فالأحرف آ أ نضع معها فقط أ، نلحق مع الكلمة الثانية فقط أ، بينما أ إي نضيف فقط الإي، الأو والأو نضع فقط أو، بينما أ وأو نضع فقط الأو. بهذه الأمر بهذه البساطة، والسي تكون للوقاية. بحال احتجنا نضيف إضافات إكلير مثل مثلا مثلا دا دان آ وأ، مثل ما عرفناهم دا في دان من وآ إلى وما إلى ذلك. أصدقائي هون يجب أيضا أن نضع ني للوقاية. نأخذ أمثلة. تركيانين باشكنتي أنقرادر، أي عاصمة تركيا هي أنقرة. فأصدقائي نحن وضحنا أن هذه العاصمة تعود إلى أنقرة، تمام؟ عفوا، أن هذه العاصمة تعود إلى تركيا وهي أنقرة. هذا الأمر. أودانن رينجي مافي، أودانن رينجي مافي أي لون الغرفة هو أزرق. أصدقائي هنا وضحنا أن هذا اللون يعود إلى ذلك، إلى تلك الغرفة بالذات، وهذه الغرفة هي لونها أزرق أو اللون أزرق. فأصدقائي هذا الأمر هو عبارة عن بليرتيسيز، عفوا بليرتيلي، اسم تاملا مصر أي اسم إضافة معرف أو محدد. لأن أنا ما بحكي أنه أودانين رينجي، أودانين رينجي أي لون الغرفة، في عنا قلة التعريف أرفق مع أوضة بالترجمة يعني لون الغرفة. فهذا الشيء بيشو بيوضح لنا؟ بيوضح لنا انه انا عم بذكر غرفة محددة في بالي، اما تكون غرفة اللي انا قاعد فيها او الغرفة اللي قبالي او الغرفة الوحيدة اللي انا ناوي مثلا ادهنها او انه يكون طلقها لونه ازرق، تمام؟ اودانن رينجي اي لون الغرفة، هي قلة التعريف بتحدد لنا انه عم بتحدث انا عن شيء معرف ومحدد. هذا الامر. بينما انا تكلمت عن اودا رينجي بهالشكل، أودارينجي بدون إضافة هذه النن، فقط أودارينجي، فأنا هون عم بقول لون غرفة، لون غرفة، فهون أنا بكون عم بحدد المعنى بيكون أشمل، يعني كل غرف ممكن أنا أعملهن أزرق، أو ما في غرفة بالتحديد أنا عم بتكلم عنها، ولكن أنا عم بتحدث عن لون غرفة بشكل عام، تمام أصدقائي؟ فهون التركيز بهذا الشكل. رح ناخذ أمثلة أكثر لتبين عنا القاعدة بشكل أوضح، ولكن بهمنا هلأ أنه ندرك أن البليرتيلي اسم تاملا مصر هي عبارة عن لواحق. للتامليان الاسم الأول منضيف اللواحق التالية أن، إن، أن، وأن، والني تضع للوقاية بحال هالكلمة انتهت بحرف صوتي. بينما التاملانان هو عبارة عن إضافة حرف صوتي واحد حسب ما يناسب حسب قاعدة التوافق الصوتي الرباعي، والسي للوقاية. بالنسبة للإكلار نضيف الني عند وجودهم بحال كان في أو بحال انتهوا بحرف صوتي، تمام أصدقائي؟ هذا هو الأمر ببساطة. حلينا بعض الأمثلة مثل أيشينين ألبي ألبي سي سي تشو جوزيل. إذن أيشينين ألبسسي تشو جوزيل أي أن ملابس عائشة جميلة جدا. فهون أصدقائي ببساطة أنا حددت أن هذه الألبسة تعود إلى من؟ إلى عائشة. أصدقائي من هذا المثال حتى ننتقل معكم إلى البليرتيسيز اسم تام لمصر من نطبق عليه مثال آخر. بليرتيسيز اسم تام لمصر رح ندرسها الآن، هي اسم الإضافة ولكن غير معرف، يعني غير محدد بمعنى آخر. إيه ما بنستخدمه؟ نفسنا عم نشوف هون انه عائشة عندها ألبسة وعم بتقول انه او شخص شايف الألبسة موجودة وعم بقول انه هذه الألبسة التي تعود الى عائشة جميلة جدا، تمام؟ اي ان الألبسة تعود الى عائشة. فهون حددنا ان هذه الألبسة تعود الى عائشة، ولكن لنفترض ان عائشة عندها محل او عندها مشروع بدها تفتح محل ألبسة لبيع الملابس، بدها تسميه على اسمها يلي هو عائشة للألبسة بهذا الشكل، أو ألبسة عائشة هو اسم محل، تمام؟ يعني ما بقول إنه هي تمتلك ألبسة تعود لها تلبسها، لا،
انا عم بقصد هون ان هي رح تفتح محل او بمعنى اخر متجر لبيع الالبسة، وبدها تسميه البسة عائشة، مثل ما متعرف عنا باللغة العربية شركة احمد، شركة كذا، او البسة عائشة، او مجوهرات محمود، ما الى ذلك. هذا تمام أصدقائي. إذن ما بدي أتكلم الآن عن الألبسة التي تملكها عائشة، لا بالعكس، أنا بدي أحكي عن المتجر الذي تملكه عائشة وتسميه ألبسة عائشة لبيع الملابس مثلا. فأنا بهذه الحالة كيف أتصرف؟ إذا أضفنا نفس الإضافة المتعارف عليها هون، فأنا هون يعني بمعنى آخر إذا الاسم الأول أضفت إضافة الإين وعمل وحولنا إلى تامليان، تمام، أصبح أي شينين ألبسة سي بهذا الشكل. فأنا هون عم بقول إنه ألبسة عائشة، يعني هذه الألبسة تعود إلى عائشة. ولكن لما أنا بدي أعبر بالجملة التركية أن هذا المحل هو ألبسة عائشة لبيع الملابس، اسمه ألبسة عائشة، فأصدقائنا كيف تصرف؟ عائشة بشيل منها الإضافة، تمام، وفقط أضيف الحرف الصوتي اللي هو للتاملانان الكلمة الثانية مثل ما هي بتضل. فهون عائشة ألبسة سي، فهون أنا عم بقصد إنه هذا متجر عائشة للألبسة. فهمنا الفرق أصدقائي؟ هون أنا ما بعود بكلمة ألبسة أنها تعود إلى عائشة، ما بشير لها بهذا الشكل، لا، يعني أنا ما بشير إنه هذه الألبسة تعود إلى عائشة، لا، أنا بشير بهذا الشكل إلى أن ما يوجد مكان اسمه ألبسة عائشة. هذا اللي بقصد فيه بأنه لم يتم تحديد هذه الإضافة، أو بمعنى آخر هذه الألبسة أنها تعود لها، لا، عم بحكي بشكل شامل أنها ألبسة عائشة. رح نتابع معكم أصدقائي بعد ما فهمنا هالمثال البسيط بكيفية استخدام هذه البليرتيسيز، اسم طاملمص أي اسم الإضافة الغير محدد نسميه. طاملانان يالن هالدا اكسيسيز بولونان طاملانان üçüncü tekil kişi iyilik ekini ı s alan tamamlamalardır. هي الإضافات بشكل عام التي تأخذ الإضافة ماذا؟ الص، واللي هي إضافة الملكية للشخص المفرد الثالث للطاملانان مثل ما نشاهد هون، وأيضا التي توجد بدون أي إضافة، يعني بالحالة بسيطة للتاملايانا يلي هو الاسم الأول. فأصدقائي باختصار التاملايان ما منضيف له أي إضافة، بينما التاملانان منضيف له الإضافة المتعرف عليها سابقا اللي هي فقط الأ والإي والأ والأ حسب قاعدة التوافق الصوتي الرباعي. بالنسبة للإكلار هي نفس الأمر. هل هنا نلاحظ أن الكلمة الأولى لا تحتوي على إضافة، وفي الكلمة الثانية تحتوي على أ أو ص بحال وجد حرف صوتي الس هي للوقاية، يعني حتى إذا وجدت بالكلمة الثانية حرف صوتي أو انتهت يعني بحرف صوتي، حتى ما يصير فيها يعني نحن تضارب بين حرفين صوتيين نضع الس للوقاية مثل ما تعلمنا بالقاعدة البليرتيلي. وفي هذه الإضافة نستطيع معرفة الشيء أو الاسم المراد التعبير عنه، ولكن لا نستطيع معرفة من المخاطب أو من صاحب هذا الشيء. مثال أكلون باهتشيسي، أكلون باهتشيسي، عرفناها أنه أكل كلمة الأولى أضفنا لها الأونة فأصبحت أكلون، والكلمة الثانية أضفنا لها الإضافة السي فأصبحت باهتشيسي. فهون عرفنا أنه هذه الحديقة تعود إلى المدرسة، المدرسة. إذن هنا نعرف أي مدرسة وأي حقيقة أي حديقة بالتحديد، ولكن عندما نقول أوكول باهتشيسي عم نلاحظ هون أن الاسم الأول التاملايان ما في إله أبدا أي لاحقة مثل السابق، والباهتشيسي مثل ما هي التاملانان له اللواحق المتعارف عليها، فهنا لا نعرف أي مدرسة وأي حديقة لأن ترجمتها حديقة مدرسة، حديقة مدرسة، فأي مدرسة ما حددنا، يعني هذه الحديقة لا تعود إلى تلك المدرسة بشكل مباشر، يعني إحنا عم نحكي بشكل شامل حديقة مدرسة، تمام؟ فعم نقصد أي حديقة مهما كانت، ولكن إنها حديقة مدرسة غير محددة بشكل عام. الآن لننتقل معكم إلى بعض الأمثلة توضح لأن الأمور بشكل أفضل. يعني bir güneş gözlüğü almak istiyorum. أريد شراء نظارة شمسية جديدة. أصدقاء من شاهد هون إنه جونيش تأتي بمعنى شمس، ما إلها أبدا أي لواحق يلي هي عبارة عن تامليان، ما أضفنا إلها أبدا أي لواحق، جزلو ما إلها أبدا أي لواحق،
عفوا جونيش ما لها أبدا أي لواحق، ولكن جوزلو تم إضافة الحرف الصوتي اللي هو الأو وهي عبارة عن تاملمان. فأصدقائي هذه هي البليرتيسيز، اسم تاملمص أي إضافة اسم الإضافة الغير معرف أو الغير محدد. أنا ترجمتها الحرفية نظارة شمسية، ما بترجمها النظارة الشمسية أو النظارة الشمسية، لا هي نظارة شمسية عادية، يعني هذه النظارة لا تقود إلى الشمس أصدقائي، هذا ما أريد إيصاله لكم، يعني هذه النظارة أكيد لا تعود إلى الشمس ولكن اسمها نظارة شمسية، مثل إسطنبول يونيفرسيتي أي جامعة إسطنبول، اسمها جامعة إسطنبول ولكن لا نقصد في هذا الشكل أنها تلك الجامعة تعود إلى إسطنبول تحديدا ملكيتها لمدينة إسطنبول، لا هي عبارة عن جامعة موجودة بإسطنبول لا تملكها إسطنبول ولكن اسمها فقط جامعة إسطنبول، مثل آيشا ألبسي هو عبارة عن متجر لبيع ألبسة ألبسة فقط واسمه ألبسة عائشة لنفس الأمر. إذن بان إسطنبول يونيفرسيتي سيندي أوكيورو، أنا أقرأ أو أدرس في جامعة إسطنبول. أصدقائي عم نلاحظ أنه كلمة يونيفرسيتي اللي هي الجامعة لا تعود إلى مدينة إسطنبول تحديدا ولكن نحن عم نقصد أنه هي جامعة إسطنبول كاسم وهي حمليا موجودة في إسطنبول كصدفة، ولكن ممكن يكون في جامعة إسطنبول ولكن غير موجودة في إسطنبول، هيك لنفترض هو اسم أي جامعة. سليمين كل ساعتي çok pahalı. السليمين كل ساعتي çok pahalı أي أن ساعتي سليم غالية جدا. أصدقائي كل ساعتي مثل ما عم نلاحظ كل ما أضفنا لها أبدا أي لاحقة، ولكن في عنا ساعتي أضفنا لها اللاحقة اللي هي الإي، فهون عبارة عن تاملايان وهنا موجود التاملانان. فأصدقائي كل ساعتي ما بنقصد أنه هذه الساعة تعود إلى يد سليم، لا هي اسمها ساعة يد، فهمتوا كيف الفرق بيناتهم؟ فهذا عبارة عن بليرتيسيز اسم تاملمص، التاملايان ما منضف له أي إضافة والتاملانان منضيف هي إضافة الحرف الصوتي الوحيد والسي بحالة الوقاية بحال انتهى هذا الاسم بحرف صوتي. هافتايا يني بير تشاماشير ماكينسي alıyoruz. إذا أصدقائي الآن إلى الأسبوع القادم يني بير تشاماشير ماكينسي alıyoruz، سنشتري أو سنشتري ماكينة غسيل أصدقائي، بقصد فيها هي الغسالة باللغة التركية من إلها تشاماشير ماكينسي، يعني ماكينة الغسيل بهذا المعنى جديدة. أصدقائي هون تشاماشير هو عبارة عن تاملايان والتاملانان ماكينسي، عم نلاحظ التشاماشير ما أضفنا لها أبدا أي لواحق، فقط الماكينسي أضفنا له لاحقة الإي والسي وجدت حتى ما يصير تضارب بين حرفين الصوتيين اللي هي الإي والإي، تمام؟ الآن لما بحالة أنا قلت تشاماشيرن ماكينسي، تشاماشيرن بحال أضفت لها الأ والنا يعني عملتها بالليرتلي بحال صارت، فهون راح نقول أن تلك الماكينة تعود إلى ذلك الغسيل، ولكن هذا الأمر خاطئ، هي كماكينة اسمها ماكينة غسيل بشكل غير محدد، خلاص هي ماكينة غسيل، فهذا هو الفرق بيناتهم، ما في داعي أبدا نضيف أي إضافة. çalışma masanın üstünde kitabım var. يوجد كتابي فوق طاولة الدراسة. أصدقائي نفس الأمر. çalışma دراسة. masası هي هون لحد الآن الكفاية اللي بدنا إياها. يعني تشالشما هي عبارة عن تاملايان وأيضا التاملانان مصص بهذا الشكل، فهون أنا بقصد بأن تلك الطاولة لا تعود إلى الدراسة ولكن اسمها طاولة دراسة، يعني هي عبارة عن إضافة ولكن غير معرفة بهذا الشكل وغير محددة، تمام؟ تشالشما مصص هي عبارة عن طاولة دراسة باختصار، ما بقول طاولة الدراسة، لا هي طاولة دراسة، تمام. الآن في عنا ما يسمى بالزنجرلمة اللي هي المتسلسلة الإضافة المتسلسلة نفسها المصاصة، عم نتكلم بعدها ونضيف كلمة جديدة اللي هي استندي، استندي يعني التي فوقها بهذا المعنى، تمام. فأصدقائي استندي است ومن ثم أضفنا الأول اللي هي عبارة عن إضافة التاملانان والدي اللي هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إضافة حرف الجر أكي، يعني هي عبارة عن إضافة حرف الجر بمعنى في، ف
والنيل الوقاية. فأصدقائي هون من جديد صار في عنا نحن تاملانان، ولكن لازم يسبقوا هون تاملانان وأضفنا النن اللي هي عبارة عن ماذا؟ إضافة البليرتيلي اسم تاملا مص أصدقائي بهذا الشكل. الآن نكمل. O sınıfta bilgisayar kursunun öğrencileri var. يوجد طلاب كورس الحاسوب أو كورس حاسوب في الصف. كورس حاسوب في الصف. بالكيسيار كورسو بهذا الشكل هي عبارة عن ماذا؟ عن كورس حاسوب، هو اسم أصدقائي ذلك الكورس، كورس حاسوب. نفس الأمر عائشة البسي، يعني هو عبارة عن كورس ولكن اسمه كورس حاسوب. ما بنقصد أن ذلك الكورس يعود إلى الحاسوب تماما، هذه هي الفكرة ببساطة. لهذا السبب بالكسير ما منضف لأي إضافة، فقط كورسو منضيف إلها الإضافة هي الأو. بحال احتجنا نضيف نحن تاملانان جديد أو اسم جديد لنحدد أكثر بالجملة الموجودة عنا، فببساطة نرجع عنا نحول هذا التاملانان إلى تاملايان بنفس الوقت، بحيث أنه نضيف الإضافات المناسبة اللي هي أنون ومن ثم نون عفوا ومن ثم الأورنجيلري، هي نفس الأمر فقط أضفنا الإي لها لأنها تاملانان حرف واحد. الآن أصدقائي دائما الأمثلة هي بتكون خير مثال للشرح ولفهم أي قاعدة، فلنبدأ بحل التمارين الموجودة لدينا. عفوا. لنبدأ الآن. أتو مصاصل كرك دكاتت. طبعا السؤال ما واضح أصدقائي، محتاج ترجمة. أشادك بوشلوك لري أورينيك ليردك يجيبي دول ضررم، يعني لنملأ الفراغات التي بالأسفل مثل الذي موجودة في الأسفل أو مثل التي في الأمثلة. أتو هي كوي أو الكي. ماساس أو ماسا، خلينا بدون الحل، ماسا هي طاولة. كرك تأتي بمعنى هي محطمة أو مكسورة. دقاتت انتبه. فأصدقائي بيقول له انتبه بأن طاولة الكي مكسورة. فهون أصدقائي برأيكم هل أنا ممكن أنسب أن أو أنه حدد طاولة الكي مثل ما هي أن تلك الطاولة تعود إلى الكي؟ لا أصدقائي، هي عبارة عن اسم شامل أو بمعناه الشامل الغير محدد، هي عبارة عن طاولة كي. ففقط الأتو مثل ما هي بتضل أنه هو عبارة عن تامليان ما منضف له إضافة. فقط الماسا لازم أضيف إلها إضافة التاملانان اللي هي حرف صوتي واحد. وبحال صار في عنا تضارب بين حرف الصوتي وآخر حرف صوتي موجود في الكلمة نضع السهل للوقاية. فننظر إليه بشكل بسيط. عفوا، الماسا مثل ما عم نشوف هون انتهت بآخر حرف صوتي هو الآ، والآ بناسبها حرف الأ. وبما أنه انتهت بحرف صوتي وبعدها رح يجي حرف صوتي، نضع السهل للوقاية فتصبح ماساص. بالنسبة للأتو ما منضف لها أي شيء، ما بصير نقول أتنن ماساص. تمام، أتنون مصاص ما بصير نقول، فقط نقول أتو مصاص أي طاولة الكي، لأنه هي اسمها طاولة الكي، يعني هي وظيفتها، ولكن هذه الطاولة لا تعود إلى الكي تحديدا. تمام، هذا هو الفرق. بو أكشام يمكته مرجمك تشوربا. تشوربا هي تشوربا أصدقائي هو عبارة عن حساء. مرجمك هو العدس. في يمكته بو أكشام يمكته أي على في الطعام بهذا المساء. هذا المساء لطعامنا يوجد مرجمك تشوربا ص بهذا الشكل، لأنه هي اسمها الشوربة، اسمها شوربة العدس. ما بنقصد أنه هذه الشوربة تعود ملكيتها إلى العدس، لا، هي اسمها شوربة عدس. ففقط المرجمك نتركها مثل ما هي، تاملايان ما منضف له إضافة، والشوربة ص لأنها تاملايان منضف له فقط حرف صوتي واحد اللي هي الأ، والسيول جديد للوقاية فأصبحت شوربة ص. أكديني سلطة ص. أصدقائي برأيكم هل ممكن سلطة تعود إلى البحر الأبيض؟ أكدينيز أصدقائي هو البحر الأبيض، كارادينيز هو البحر الأسود، بينما أكدينيز هو البحر الأبيض المتوسط في اللغة التركية. فأكدينيز هو البحر الأبيض المتوسط. سلطة ص هي سلطة البحر الأبيض المتوسط. برأيكم أنه سلطة ممكن تعود ملكيتها مثلا أو تعود إلى البحر الأبيض المتوسط؟ لا، بيقصدوا هون نوع هالسلطة أو اسمها هي سلطة البحر الأبيض المتوسط، نسبة يمكن للناس بالبحر الأبيض المتوسط أو على سواحله يلي بيصنعوها أو يلي بيتناولوها بتلك المناطق. في باطلجان يمري، ويوجد أيضا طعام خاص بالباطلجان اللي هو الباذنجان بهذا الشكل. فأيضا يمري، عم نلاحظ حرف الكي يجب أن يقلب إلى غي، عرفنا القاعدة كلياتنا القديمة. وأيضا
نضع الاي بشكل مباشر. الآن لننتقل إلى المثال التالي أو التمرين التالي. عفوا بس لا تمام. يارن ساعت 14 عفوا تمام 14 عفوا أصدقائي أنا نسيت 14:00 ده هي الساعة 2، ولكن مثل ما ذكرناكم بدرس الساعات انه لما تكون الساعة موجودة لشكل رقم فنحن نقرأها كقراءة مثل اي رقم، يعني بنقول اوندورت 00. فهون يارن ساعة اوندورت 00 ده تقسيم ميدان نندا عفوا ميدان نندا بولوشيوروز، اي بمعنى اخر غدا في الساعة الثانية سنلتقي في ميدان تقسيم اللي هي ساحة تقسيم أصدقائي. فبرأيكم هل هذا الميدان يعود إلى تقسيم بالذات؟ لا، هو ممكن يكون أي ساحة، ولكن هذه الساحة بالضبط هي اسمها ساحة تقسيم، تمام، كاسم، فهو اسم غير محدد بهذا الشكل. Her gün Türk kahvesi içiyorum. Her gün Türk kahvesi içiyorum. كل يوم أشرب قهوة تركية. نوع هذه القهوة قهوة تركية وهو نوع. فإذا أصدقائي ترك ما بصير أقول أنا تركن كافيسي، لما أقول تركن كافيسي شو بتجي معناها أصدقائي؟ هذه الجملة نفسها لو قلت أنا هيرجون تركن كافيسي إتشيورو، كل يوم أنا أشرب قهوة الشخص التركي اللي جالس معي، يعني بجوز أنا أحد من أصدقائي هو شخص تركي فأنا عم بشرب فقط القهوة اللي هو بيمتلكها، تمام. ولكن الآن لما أقول تركا فسي فهي نوع القهوة هي قهوة تركية، فهذا الاختلاف بين البليرتيلي وبليرتيسيز اسم تام لمصر. تبهنا أصدقائي كيف الاختلاف؟ فأنتوا حسب معنى الجملة، أنا بدي أقصد أنه باسم شامل أن هذه القهوة هي قهوة تركية، ما بقصد أن هذه القهوة تعود إلى شخص تركي، فهذا هو الاختلاف. إليف باتانجا دي سيندا أوتريور، إذن إليف تجلس في أين؟ في شارع الوطن بهذا الشكل. هل هذه جادة تعود إلى الوطن برأيكم؟ لا أصدقائي لا تعود إلى الوطن، ولكن اسمها وطن جادة، اسمها شارع الوطن. فإذا جادة سيندة، طبعا أتريور أجلس، فأنا بحتاج أنه أضيف حرف الجر اللي هو فيه، وأيضا بالنسبة لجادة بما أنها تاملانان فيجب أن إضافة الحرف الصوتي الوحيد اللي هو الإي. صار في عنا A و E حرفين صوتيين فسيل الوقاية، وأيضا احتجنا أنه نضيف حرف الجر اللي هو دي بمعنى جادة سيندي، يعني أضفنا حرف إضافة الدي يلي هي حرف الجر بمعنى فيه فني وضعناها الوقاية. أصدقائي هي عبارة عن موسيقى بشكل عام، يعني نحن رح نعتاد عليهم وقراءة ولفظهم بشكل بسيط جدا جدا عن طريق الاستمرار بقراءة النصوص التركية وممارسة التحدث باللغة التركية وتعلم والتطور من خلال النصوص المتوفرة لدينا في المنهج بشكل عام. فيعني مع الزمن رح تكونوا متمكنين من القاعدة بشكل بسيط جدا جدا، هي عبارة عن موسيقى لا أكثر. ولكن الصعوبة تكمن أنه بدنا نحدد نحن بدنا نقصد المعنى بشكل شامل ولا شامل محدد، على الأساس أن نختار كيف نستخدم بليرتيلي أو بليرتيسيز اسم تام لمصة. بنحلهم على السريع وننتقل معكم بشكل مباشر للدرس الثاني بدون أي إطالة. بو أكشام كلاسيك ميوزيك كونسر فراغ جديورز، هذا المساء نحن ذاهبون إلى حفلة موسيقى كلاسيكية، تمام. فأصدقائي حفلة موسيقية كلاسيكية، أنا ما هي نوع من أنواع الحفلات الموسيقية، وتلك الموسيقى أيضا تعود إلى نوع الموسيقى الكلاسيكية، فأنا ما أقول إنه تلك الحفلة تملكها الموسيقى أو تعود إلى الموسيقى، لا. فلهذا السبب نضعها الموسيقى مثل ما هي، ما بنضيف لها إضافات. وكونسير بما أنه رح أقول إلى، فهو بداية بضيف إضافة التام لنان هو حرف الإي، لأنه آخر حرف صوتي هو الإي وبناسبها الإي، ما في حرف صوتي انتهت فيه الكلمة، ما في داعي نضيف السي أبدا، فقط الإي. ومن ثم في لأن حرف الجر حاجة له اللي هو بمعنى إلى حرف الإي، والني للوقاية. كهوالتضا ميبي سيو إتشيرون، إذن في أو على الفطور أو في الفطور أشرب ماذا؟ عصير الفواكه. فأصدقائي عصير فواكه هو نوع من أنواع العصير، يعني هذا العصير لا يعود إلى الفواكه ولكن اسمه عصير فواكه فتصبح سويو، تمام. أو كتاب رسم لري
شوك جوزان. أصدقائي، هون في اختلاف كتير جميل بهذا المثال، وليش حطينا هون البليرتيلي؟ حددنا إذا كان لازم تكون بليرتيلي أو بليرتيسيس. أو كتاب رسم شو جوزال، قال كثير جميلة لوحة الكتاب. هون أصدقائي هذه اللوحات تعود إلى ذلك الكتاب بالتحديد اللي أنا أقصدها واللي عم بتحدث عنها، تمام؟ هي جميلة جدا. فأنا هون هالجملة بدي أقصد فيها أن اللوحات التي موجودة داخل هالكتاب جميلة جدا، تمام؟ لهذا السبب أنا هون في عندي كلمة لوحات تعود إلى ذلك الكتاب، فهون محدد الاسم الإضافي. لهذا السبب يجب أن نستخدم كتاب كتاملايان ونضيف إضافة الأونة، بينما رسم لري اللي هي عبارة عن تاملانان بنضيف الإضافات مثل ما هي، فتصبح اللوحات التي موجودة في ذلك الكتاب أو التي تعود إلى ذلك الكتاب هي جميلة جدا. ما في عنا شيء اسمه كتاب رسم لري، يعني اللوحات كتابية، هذا ما في عنا اسم هيك مصطلح نحن بشكل عام مثل ترك قهوة صيلي هي قهوة تركية، لا ما في عنا هالشيء. هون بنقصد انه تلك اللوحات بالذات التي تعود الى ذلك الكتاب بالذات. يتاك اوضا صنن رينجيني ليشتري ميك ستيروم، اريد تغيير ماذا؟ اريد تغيير لون تلك الغرفة بالضبط، وهي غرفة النوم، تمام اصدقائي؟ يتاك اوضا هي عبارة عن غرفة النوم. الان بدي اياكم تلاحظوا معي، يتاك هو عبارة عن تاملايان بالأساس، ومن بعدها في عنا أوضة ص اللي هي ماذا؟ تاملانان جديد. يعني هون في عنا نحن بليرتيسيز اسم تاملامص، يعني في عنا اسم إضافي نكرة. شو السبب؟ أن تلك الغرفة لا تعود إلى اليتاق اللي هي السرير، لا هي اسمها غرفة نوم، وباللغة التركية غرفة النوم اسمها يتاق أوضة ص بهذا الشكل، يعني غرفة نوم. ما بنقصد أن تلك الغرفة تعود إلى أن اليتاق اللي هو عبارة عن السرير، لا هون هي اسمها غرفة نوم، يعني غرفة سرير ترجمتها الحرفية العربية، ولكن يقصدوا فيها غرفة النوم. فأصدقائي هي يتاق أوضص، ولكن تلك الغرفة تحديدا اللي عم بحكي عليها أنا اللي هي غرفة النوم أريد لونها، فاللون يعود إلى غرفة النوم، فيجب أن نضعها بماذا؟ بإضافة العفو. عفوا هون في خطأ أصدقائي، رينجيني ما بصير نضيفها، فقط رينجي، يعني أوضصنن رينجي ديشترميك استيورم رينجي، لأنه هي عبارة عن تاملانان، فقط منضيف حرف واحد اللي هو الإي وغيرنا الكي إلى جي أصدقائي. فإذا أريد تغيير لون، لون ماذا؟ ذلك اللون الذي يعود إلى غرفة النوم بهذا الشكل. ياز تاتيلينده أنطاليا جديورم، أنا ذاهب إلى أنطاليا في عطلة الصيف، في عطلة الصيف. العطلة لا تعود إلى الصيف، ولكن هي عطلة صيفية بهذا المعنى، معنى شامل. فلهذا السبب تاتيلينده فقط أضفنا للتاملانان الإضافات. الآن أصدقائي بشكل بتوقع أنه كانت القاعدة أصبحت واضحة بالنسبة لكم، والفرق بين بليرتيلي والبليرتيسيز اسم تاملمص، وعرفنا بشكل مبسط كيف ممكن نحن نميز بيناتهم وأيضا استخدامهم على حدة. الآن بالنسبة للتمرين بدنا، هي عبارة عن وصل كل كلمة وما يرافقها من الكلمة المناسبة، ومن ثم نحولها إلى جمل تكون معبرة. فالمحل موجود عندكم أصدقائي، بسبب ضيق الوقت معنا متسع من وقت حتى نحلهم بشكل مفصل، موجودات عندكم فيكم تنقلوها الى دفتركم. الان ننتقل بشكل مباشر، ناخذ استراحه بسيطه، شو رايكم بقسم الاستماع؟ ان اي اركاداشم دينلمه، ان اي اركاداشم يعني ماذا؟ صديقي الافضل، او افضل صديق لدي بهذا المعنى، الصديق الافضل لدي اصدقائي، الصديق الافضل لدي. كاتي ve مهند kendi ülkelerindeki en yakın arkadaşlarını anlatıyor. Onları dinleyelim, boşlukları dolduralım. إذا أصدقائي بتقولون هون بأنه كاتي ومحمد بشكل عام عم يشرحوا لنا عن أصدقائهم المقربين بشكل كبير في بلدانهم الذين يعيشون بها. فلنستمع لهم ولنملأ الفراغات. الحلول موجودة عندكم بشكل مباشر، ولكن الهدف نحن نستمع إلى اللغة التركية وطريقة نطق الأحرف اللغة التركية
ما إلى ذلك. فراح يكون عندكم أصدقائي الحل موجود، ونستمع إلى النص لمدة مكرر لمرتين، ومن ثم ننتقل معكم إلى الدرس الثاني إن شاء الله. Benim en yakın arkadaşım Ana. O 25 yaşında. O bir okulda tarih öğretmeni. Onunla 5 seneden beri arkadaşız. Liseyi beraber okuduk. Onun ailesini çok seviyorum. Onun babası mühendis, annesi mimar. Onların bir inşaat şirketi var. Onun iki kız kardeşi var. Onların adları Judy ve Sarah. O 3 ay sonra evleniyor. Şimdi nişanlı. Onun nişanlısı da öğretmen. O boş zamanlarında bol bol tarih kitabı okuyor. Biz onunla beraber çok güzel vakit geçiriyoruz. Beraber tatile çıkıp değişik ülkeleri geziyoruz. Şimdi onunla ayrıyız. O Almanya'da. Onunla telefonda veya internette konuşuyoruz. Onu çok özlüyorum. Benim en yakın arkadaşım Hasan. O 21 yaşında. O üniversitede hukuk okuyor ve avukat olmak istiyor. O şimdi Mısır'da. O benim çocukluktan beri arkadaşım. Benim babamla onun babası da çok yakın arkadaş. Biz bütün aile sık sık görüşüyoruz. Beraber tatile gidiyoruz. Onun babası bir şirketin müdürü. Annesi ev hanımı. Onun bir kardeşi var. Onun adı Lin. O da İstanbul'da Türkçe kursuna gidiyor ve İstanbul'da üniversitede okumak istiyor. Ben ona yardım ediyorum. O benim kardeşim gibi. Hasan boş zamanlarında internete giriyor. Biz onunla birlikte genellikle dışarıda geziyoruz ve bol bol sohbet ediyoruz. O çok akıllı biri. Eminim çok iyi bir avukat olacak. Benim en yakın arkadaşım Ana. O 25 yaşında. O bir okulda tarih öğretmeni. Onunla 5 seneden beri arkadaşız. Liseyi beraber okuduk. Onun ailesini çok seviyorum. Onun babası mühendis, annesi mimar. Onların bir inşaat şirketi var. Onun iki kız kardeşi var. Onların adları Judy ve Sarah. O 3 ay sonra evleniyor. Şimdi nişanlı. Onun nişanlısı da öğretmen. O boş zamanlarında bol bol tarih kitabı okuyor. Biz onunla beraber çok güzel vakit geçiriyoruz. Beraber tatile çıkıp değişik ülkeleri geziyoruz. Şimdi onunla ayrıyız. O Almanya'da. Onunla telefonda veya internette konuşuyoruz. Onu çok özlüyorum. Benim en yakın arkadaşım Hasan. O 21 yaşında. O üniversitede hukuk okuyor ve avukat olmak istiyor. O şimdi Mısır'da. O benim çocukluktan beri arkadaşım. Benim babamla onun babası da çok yakın arkadaş. Biz bütün aile sık sık görüşüyoruz. Beraber tatile gidiyoruz. Onun babası bir şirketin müdürü. Annesi ev hanımı. Onun bir kardeşi var. Onun adı Lin. O da İstanbul'da Türkçe kursuna gidiyor ve İstanbul'da üniversitede okumak istiyor. Ben ona yardım ediyorum. O benim kardeşim gibi. Hasan boş zamanlarında internete giriyor. Biz onunla birlikte genellikle dışarıda geziyoruz ve bol bol sohbet ediyoruz. O çok akıllı biri. Eminim çok iyi bir avukat olacak. وعدنا معكم أصدقائنا بالدرس الثاني من الوحدة السادسة بعنوان نريدا أي أين. كارشيدكي يعني في الذي في المقابل. كارشيدكي الذي في المقابل. ماسادكي الذي على الطاولة. أونونكي حتى نفهمها خلينا نجزئها. أو هو الضمير أو يعني هو. أونون هي إضافة الملكية مثل ما تعلمنا فأصبحت أونون أي
لديه. أمينكي الذي لديه بهذا المعنى، أو أصدقائي الذي له بهذا المعنى. يارنكي، يارن يعني غدا، يارنكي الذي بالغد. دون تأتي بمعنى الأمس أو البارحة، فدونكو تأتي بمعنى الذي بالأمس، تمام؟ أفي درسنس، عذرا. ماركت نيرده، أين الماركت؟ كارشيداكي سوكاكتا، كارشيداكي سوكاكتا، أي في الشارع الذي في المقابل، تمام أصدقائي؟ في الشارع الذي في المقابل. هانجي درسه جاليورسون، هانجي درسه جاليورسون، إلى أي درس أنت قادم أو أنت آتي؟ جواب يارينكي درسه جيديورم، أنا ذاهب إلى الدرس الذي في الغد، تمام أصدقائي؟ فمثل ما عم نلاحظ هون معظم محاور درسنا لهذا اليوم هي الإضافة كي الذي يأتي بمعنى اسم الموصول الذي أو التي، وأيضا التعابير يلي بتفيد عن الجهة أو المكان يير يون إفادلري. فأصدقائي هلأ نبدأ معكم بالهزرلك تشالش مصر، يعني الدراسة التحضيرية. بداية في عنا هون خريطة بسيطة، وفي عنا بارك، حديقة، بوفي، مكان، ومرقمين. فرقم واحد هون بماثل في الخريطة هي عبارة عن بارك. عم نشوف هون يوجد بوفي، هذا البوفي وين موجودة؟ داخل هذه الحديقة. فمنقول نحن بوفي باركن إيشيندي، أي أن البوفي موجودة بداخل الحديقة بهذا الشكل. راح نحل التمارين بالأسفل ونتعرف على هذه المصطلحات مع بعضنا. رقم ثلاثة هو أوكول، هون موجودة عنا أوكول. في عنا بانكا، هو عبارة عن البنك. رقم أربعة بالخريطة وين موجود؟ رقم أربعة بهذا الشكل. في عنا أوتيل يلي هو الفندق، ماركت اللي هو متجر، أليشفيريش مركزي، مركز تسوق، كافيه أي كافيتيريا، هاستاني، هاستاني أي مشفى، كوبرو، كوبرو جسر، بالمصري معروف بالكوبري بيقولوها، أخذها من اللغة التركية أصدقائي، كوبرو أي مصر، نهر هو النهر، كافيه، كافيه نفسها كافيتيريا، كأنه تكررت مرتين، كافيه. رقم 12 ايضا كافيه، في خطأ الاغلب، تمام. في عنا سبور صالونو اللي هو صالون الرياضة، واوتو بارك اللي هو اصدقائي موقف السيارات او مكان كراج السيارات. هاريطة يا بقلم اشغدك كلمة لري ويقومبوش لوكلارا يريليش تيريلم، يعني لننظر الى الخريطة ولنملأ الكلمات التي بالاسفل في الفراغات المناسبة. أصدقاء اللي بهمنا ترجمة نحن الكلمات وفهم معانيها ومن ثم تطبيق هذه الكلمات وفق الخريطة الموجودة عنا. بداية المصطلحات المهمة جدا، أرصندة، أرصندة تأتي بمعنى فيما بين، يعني شيء موجود بين شيئين آخرين، فيما بين، أرصندة فيما بين. إيشيندي، إيشيندي تأتي بمعنى في الداخل، يعني شيء موجود في داخل شيء آخر، في الداخل. أستوندي، أستوندي يعني أعلى هذا الشيء. يانندا يعني في الجانب، كارش صندا في المقابل، أركا صندا في الخلف، كناريندا تأتي بمعنى على الأطراف، كناريندا تأتي بمعنى على الأطراف. فمنرجع نعيدهم، أرا صندا في فيما بين، بينما إيشيندا يعني في الداخل، أستوندا أعلى الشيء، يانندا في الجانب، كارش صندا في المقابل، أركا صندا في الخلف، كنارندا تأتي بمعنى على الأطراف. إذن أصدقائي بنرجع نأخذ نظرة على الخريطة ومنحل التمرين موجود عنا بالأسفل. عبلونا بوفيه باركن، إذن في عنا البوفيه في عنا البارك. بوفيه هي هون موجودة رقم واحد، والبارك عفوا بوفيه هي رقم اثنين والبارك رقم واحد. فمنشاهد إنه البوفيه موجودة داخل الحديقة، صح؟ فمنقول بوفيه باركن إيشيندي، نختار كلمة إيشيندي الموجودة لدينا ومنحلهم بهذا الشكل. عنا نالي سوكاك وكل إلي كافينين ننظر إلها. إذن شارع باسمه شارع لالي، هذا الشارع بيقولولنا الكافيتيريا والمدرسة، يعني هو أكيد بده يكون موجود بين الكافيتيريا والمدرسة على الأغلب. فعم نشوف نحن الكافيتيريا وين موجودة، هي الكافيه رقم 8
تماما. وفي عنا الأوكول رقم 3، فشارع لاليه موجود ما بين رقم 3 و8، يعني ما بين الأوكول مدرسة وأيضا الثمانية الكافيتريا. فعم نقول إنه لاليه سوكاك أوكول في كافينين أرسندا، ما بين بهذا الشكل. أوليج فيريش مركزي وأوتيلين، في عنا أوليج فيريش مركزي اللي هو رقم 7 والأوتيل رقم 5، خلينا نشوفهم 5 و7. فعم نشاهد انه أوليج فيريش مركزي صاير خلف الأوتيل على الأغلب، تماما خلفه بالضبط. أوليج فيريش مركزي أوتيلين أركاسندا، أي أن المركز التسوق هو خلف الأوتيل أو الفندق. عنا بانكا أوتيلين، البنك رقمه بانكا اللي هو البنك أو المصرف رقمه 4، والأوتيل كان رقمه 5 صح؟ والأوتيل 5. فأصدقائي عم نشاهد أنيتو بجواره على الأغلب أو بجانبه، تمام. بانكا أوتيلين يانندا، أي أنه بجانبه، أو فينا نقول ساغندا على يمينه بهذا المعنى، نفس الأمر. إذا كان على اليسار فينا نقول كمان يانندا أنه بجانبه، أو فينا نقول سولندا يعني على يساره. هاستاني وباركين كارش صندا، أصدقائي خلينا نحلهم بشكل مباشر حتى ما أطيل عليكم الدرس، في شروحات عديدة هسه. هاستاني باركين كارش صندا، إذن المستشفى يكون في مقابل البارك اللي هي الحديقة. كوبرو نهرين أستندي، قال النهر موجود كوبرو الجسر موجود فوق النهر. كافي نهرين كناريندا، الكافيتيريا الثانية موجودة وين؟ على أطراف النهر بهذا الشكل. الآن ننتقل إلى النص الموجود عندنا، نص الأوكوما، القراءة. نكبر الخط شوي للتوضيح، تمام، هذا الشكل بيكون كافي. بنيم مهلم، أي حي الخاص به، الحي اللي هي عايشة فيه. مرحبا بن ملك، إذن هذه ملك بدها تشرح لنا عن الحي اللي مقيمين فيه. أصدقائي رح نستعجل شوي بالقراءة والترجمة حتى ما أطيل عليكم بالدرس. مرحبا، مرحبا بن ملك، أنا ملك. براص بني مهلم، هنا محل الحي الخاص فيني. بني مهلم يعني الحي الخاص فيني. إن بيوك هوبيلرم دن بري هافتا سونلر مهلده وقت جيشرمك. إذن عبت إنه هون واحدة من أكبر هواياتي، واحد من أكبر هواياتي، واحدة من أكبر هواياتي هافتا سونلر مهل دا وقت كتيرمك، قال هو قضاء الوقت في الحي في أواخر الأسبوع، تمام. أصدقائي لاحظوا معي هون إن بيوك تأتي بمعنى الأكبر، هذا موضوع درسنا القادم يلي هي تحديد الكارش لاشتر، ما اسمها يلي مقارنة ما بين أصغر أو أكبر، كيف نحن نعبر عن مقارنة بين شيئين والإضافات المناسبة. وأيضا إن بيوك هون تأتي بمعنى الأكبر، إذن من أكبر، واحدة من أكبر هواياتي هي قضاء الوقت في الحي الذي أسكن به، ولكن أين؟ في أواخر، أو متى؟ في أواخر الأسبوع. إذن بيتي أولوس جادة سندة، أين بيتها يقع؟ في أولوس جادة سندة، في شارع اسمه شارع أولوس. هير صباح، كل صباح إفدان جكيورم، أخرج من المنزل. في أتاتورك جادة سندكي، أتاتورك جادة سندكي باركا جديورم، وأذهب إلى الحديقة التي موجودة في شارع أتاتورك. أصدقائي لاحظوا أيضا الاستخدام لكي هون، تأتي بمعنى اسم الموصول الذي أو التي، فإذا هي فهي تذهب إلى الحديقة التي موجودة بداخل شارع أتاتورك. بوراس تشوك جزال بيرير، قال هنا مكان جميل جدا. هرير ده في كل مكان، أغارشلار دي ريوش يرلريفار، قال يوجد في كل مكان أشجار وأماكن للمشي. هيروش هي أصدقائي للمشي، أماكن مخصصة للمشات، يرلري هي أماكن. براسي هر صباح çok kalabalık oluyor، براسي هر صباح çok kalabalık oluyor، قال هنا بكل صباح يصبح مزدحم جدا. kalabalık يعني مزدحم.
Birçok insan sabahları burada spor yapıyor. أي birçok insan العديد من الناس أوقات الصباح burada spor yapıyor, يقومون أو يمارسون الرياضة هنا. Çocuklar top oynuyor. والأطفال يلعبون بالكرة. Salıncakta sallanıyor. Salıncak أصدقائي هي الأرجوحة. Salıncakta أي في الأرجوحة sallanıyor بمعنى أن هو الفعل الاهتزاز أنهم عم يتأرجحوا بهذا المعنى. صلّن مك هو أساس الفعل صلّنيور أي يتأرجحون هؤلاء الأطفال في الأراجيح. برادا هنا يكلاشيك بير ساعات يوريش يابيورم. قال هنا تقريبا أقوم بالجري لمدة ساعة أو بالمشي لمدة ساعة. يوريش تن سونرا باركن إچيندن geçiyorum. قال من بعد المشي أمر أو أعبر من داخل الحديقة. Ve Mevlana Caddesi'ndeki kafede kahvaltı yapıyorum. وأتناول فطوري في الكافيتيريا التي موجودة في داخل شارع مولانا. Kafenin sahibi Ali Bey. İsim الكافيتيريا هو Ali Bey. Onun kafesi senelerdir burada. Onun kafesi. أصدقائي هنا نلاحظ. Onun kafesi. هون في عنا نحن ما يسمى التملايان والتملانان. تماما عم نشوف هون. O هو الضمير. والنون هي الإضافة المناسبة حتى صار التاملايان وكافيسي هي التاملانان يعني مضاف ومضاف إليه. فهون أيضا بنقصد بأن الكافيتيريا التي تعود إلى هذا الشخص ما عم نحكي عن اسمها شو نوعها يعني مثلا هو ممكن يسميها صباح ألي باي كافيسي بهذا الشكل عفوا ألي باي فقط هو اسمه ألي باي فينو يقول ألي باي كافيسي إنه هي اسمها كافيتيريا ألي باي بهذا الشكل. ولكن هون لما أضفنا نحن البليرتيلي اسم تاملا مصري اللي هي موضوع درسنا السابق فهون عم نقصد أن تلك الكافيتيريا تعود إلى هذا الشخص اللي اسمه ألي باي. قال هي موجودة هنا منذ سنوات. محلده باشكا بيرتشوك كافي وارد. وأيضا يوجد العديد من الكافيتيريات الأخرى في هذه الحي أو في هذا الحي. أما أنونكي فرقلي. لكن الذي لديه أو الذي تملكه أو الذي له مختلفة جدا يعني في عندك كثير هي كافيتريات موجودة في الحي ولكن الذي يملكها علي باي هي مختلفة. فأنونكي هي عبارة عن أو ضمير نون هي الملكية هذا الضمير فأصبحت له والكي هي الاسم الموصول الذي فمع بعضها أصدقائي ترجمتها بتصير له بهذا الشكل. فالكافيتريا التي له هي مختلفة. Buradaki insan yemekler çok lezzetli. الأطعمة التي هنا لذيذة جدا في براسي راحت بير مكان. وهنا مكان مريح جدا. İnsanlar çok güler yüzlü. الناس هون دائما مبتسمون جدا. Ben burada güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra من بعد تناولي الفطور الجميل هنا Ulus Caddesi'ndeki alışveriş merkezine gidiyorum. أذهب إلى مركز التسوق الموجود في جادة أولوس. الجادة هي مثل الشارع الأساسي. أليج فيريش مركزينين إتشيندة مغازالار في سينمالار فار. قال في داخل مركز التسوق يوجد السينما العديد من السينما والمخازن أو المتاجر. أصدقائي نرجع نلاحظ أليج فيريش مركزينين. أليج فيريش مركزي لوحدها هي عبارة عن تاملايان وتاملانان ولكن هي عبارة عن بليرتيسيز لأنه أليج فيريش ما أضف لنا أليج فيريشينين لا لأنه هو اسمه مركز تسوق وليس مركز التسوق تمام؟ هذا الشكل إتشين ده في داخله مثل ما حكينا يوجد مخازن وسينما بان إيفيمين يقنندا بان إيفيمينين يقنندا عفوا يقنندا بير نهري فار. قال يوجد نهر في جانب بيتي. جنالك لا عادة اشتان شكتكتان صنرا نهرين كافيه لرا جديورم. اذهب الى الكافيتريات التي على اطراف النهر من بعد خروجي من العمل. شاي اتشيورم اشرب الشاي و Buradaki manzaraya izliyorum. Manzarayı afwan izliyorum ve uşahid او بمعنى اخر izliyorum. Uraqib ve anzur ila maza? Ila al mashahid al mawjuda imami, yani manazir al tabiiyye al mawjuda imama. Burada dinleniyorum ve istirihu huna. Mahallemde fi hayi her şeyi
بولماك ممكن قال من ممكن إيجاد أي شيء في محل في الحي لدي إذا من كاشة صندة بيرسبور صالونو قال يوجد صالون أو صالون رياضة في مقابل بيتي ونون براز إلي سندة بانكالار أركا سوكاغمدا هاستاني ماركت فار بورادا يا شامان كوزل. أهل خلينا نبدأ بالترجمة الآن. أن المعيشة جميلة جدا لأنه يوجد ماركت ومشافي أين في أركا سوكاغمدا في شارعي الخلفي أصدقائي في الشارع الخلفي اللي أنا ساكنة فيه. أيضا في عم تقول أونون براز إلي ريسندا بانكالار بيتها مركزه في المقابل له يوجد صالون للرياضة إضافة لذلك أنهم براز إلى ريسندا بانكالار ويوجد أيضا البنوك للأمام قليلا منه يعني هذا عرفنا بيتها ومحل تبعيتها بشكل عام والحديقة القريبة منها وما إلى ذلك ومركز التسوق وعرفنا أن مقابل بيتها بالضبط في مركز في صالون الرياضة وللأمام قليلا من شاهد بعض البنوك وفي الشارع الخلفي في شارع المقيمة في شارعها الخلفي يوجد مشفى وماركت. إذا أصدقائي أشاهدك جملة لارتورو يسده يانلش يسه يظلم يعني لنكتب ي إذا كان خطأ ود إذا كان صحيحا للجمل التي بالأسفل. بداية ملك محل سندن ممنون قال هي ممنونة بهذا المعنى وممتنة من الحي الذي تسكن به مثل ما بتشوف بورادايا شامان كوزل فهي راضية فجواب دي دورو صحيحا. أتاتورك جادة سندكي كافينين ينمضى نهري فار قال يوجد نهر بجانب الكافيتيريا اللي في شارع أتاتورك. الجواب هو خطأ أصدقائي نرجع نبحث ولكن ما بدنا نأطيل عليكم. وين تحدثت عن النهر وقتها؟ هون إذا من يقنضة في جانب بيتها يوجد النهر أصدقائي وليس بجانب الكافيتيريا الموجودة في أتاتورك جادسي. مبلانا جادسين دكي كافنين صاحبي ألي بي هذا الشيء صحيح أنه ألي بي هو صاحب الكافيتيريا الموجودة في جادة مولانا. مازالار مولانا جادسين دي قال الماركتات موجودة في شارع مولانا هذا الشيء خاطئ لأنهن قريبين من بيتها. سبور صالونو ملكين إفينا يقن هذا الشيء أكيد صحيح حكيت أنه سبور صالونو هي في مقابل لبيتها فهو قريب. ملك ألي بيين كافي سيني بيينيور قال هي معجبة في الكافيتيريا الخاصة بعلي بي هذا الشيء أيضا صحيح مثل ما حكينا لأنه قالت أنه فاركل أنه الذي لديه مختلفة عن الآخرين. أصدقائي الآن بدنا نبدأ معكم بإضافة الكي وشرحها بشكل مختصر وبسيطة جدا جدا ما فيها أي صعوبة. أصدقائي كي هي اسم موصول باللغة العربية الذي يأتي بمعنى الذي أو التي باختصار. اسم صولو كلمة لارا إكلينير تضاف إلى الكلمات يلي تنسب إلى الأسماء يعني بشكل عام هي تنسب أو تضاف إلى الأسماء بشكل عام. في أو اسمين نيلي كيم لإليش كي ولدغنو أنطر وتشرح لنا لهذا الاسم بما يتعلق وبمن يتعلق أيضا صفات بضمير جوريفيندا كل نظر وتستخدم في وظيفة الضمير أو الصفة. صفات جوريفيندا لما تكون هي بوظيفة الصفة كي بولون مدرومي كي almış isimlerden ya da zaman zarflarından sonra geldiği zaman eklendiği kelimeye sıfat yapar. لأنها تصنع الصفة من الكلمة التي أضيفت لها وذلك بالوقت الذي تأتي فيه بعد الصفات أو بعد الأسماء التي قد أخذت ماذا أخذت إضافة البولون مدرومي اللي هي حرف الجر بمعنى في. أصدقائي بغض النظر عن الشرح باللغة التركية وما يقابلها بالترجمة اللغة العربية بهن نحن كيف نفهم استخدام الصحيح لهذه الإضافة. بالعربي الشروحات مختصرة هذه الإضافة تأتي بعد الأسماء وتقوم بتغيير الأسماء إلى صفات مثل مصادك كتاب فأصدقائي مصا طاولة مصادا على الطاولة كي تأتي بمعنى هون حرف الجر الذي بمعنى الذي فكتاب هو كتاب فأصبحت الكتاب الذي على الطاولة بهذا الشكل. فلما نحن نقول إنه هذا الكتاب الذي موجود على الطاولة الذي موجود على الطاولة فهي عبارة عن صفة صح صفة الكتاب إنه موجود على الطاولة فحولت الاسم العادي إلى صفة
هاي هي وظيفة أصدقائي، فهي أتت هون بموضع الصفة. أصدقائي باختصار قالوا لنا أيضا أن تأتي بعد الزمن ظرف لرندا. شو هن زمن ظرف لري؟ يلي هن ظروف الزمن، هي الأسماء يلي بتدل على الزمن والوقت، فتصبح ظرف زمن. مثل عنا نحن ظرف زمان وظرف مكان، نفس الأمر باللغة التركية. مثلا يارن تأتي بمعنى غدا، فيارنكي في الذي اليوم، أو بمعنى آخر الذي في الغد، الذي في الغد. دن تأتي بمعنى الأمس أو البارحة، فدنكو تأتي بمعنى الذي في الأمس. بجن تأتي بمعنى اليوم، فبجنكو أصبحت الذي في اليوم. جن تأتي بمعنى يوم، فلما أقول أنا بازار جنكو فأنا بقصد أنه في الذي في يوم الأحد بهذا الشكل. طيب نلاحظ موضوع بسيط جدا أصدقائي بظروف الزمن. بالنسبة ليارن بنضيف الكي لإلى مثل ما هي كي فقط، ما بنغير أي شيء بأحرفها، تصبح كي مع اليارن، ولكن بحالة استثنائية فقط مع الكلمات التالية اللي هن دون وبجون وجون. أصدقائي يعني مع البارحة واليوم ويوم، أصدقائي فقط نحول الكي إلى كو لسهولة اللفظ، فهذه حالة استثنائية. بلونا كي إكي صادجي دون جون في بجون كلمة لاريلة سيس أيومنا جيرار، على أنها تدخل فقط للتوافق الصوتي مع الكلمات اللي بتدل على أو اللي هي بجون اليوم. جون تأتي بمعنى يوم مثل بازار جونو أي يوم الأحد، وأيضا دون تأتي بمعنى البارحة. فقط هالثلاث كلمات الموجودة لدينا نستخدم الكي بنحولها إلى كو، يعني نستخدم حرف الأو بدلا من الإي للتوافق الصوتي. أما فيما سبق كلهم نستخدمهم بماذا؟ مثل ما هي كي، ما منغير أبدا فيها. إذن تأتي بحالتين، إما مع ظروف الزمنية أو تأتي بعد الأسماء التي أرفقت مع حرف الجر دا أو دي أو تا أو تي بمعنى في، تمام؟ بهذا الشكل. ومن ثم الكي، فإذا منجيب نحن اسم مثل ماسا، ومن ثم نضع معه الدا التي تأتي بمعنى في أو على، ومن ثم الكي تأتي بمعنى اللي هي اللاحقة بمعنى الذي أو التي. مثل صنف صف، صنف تا كي أي الذي في الصف بهذا الشكل، مصدكي الذي على الطاولة، فدائما حولتهم إلى صفات. الآن لنقرأ الأمثلة الموجودة لعنا. جيجلاري ويوميورم، خلينا نكبر الخط شوي لأنه هون صرنا بالأمثلة مشان نكون أوضح. جيجلاري ويوميورم، ويو ياميورم بهذا الشكل. جيجلاري ويو ياميورم بمعنى آخر، لا أستطيع النوم في الليالي أو في الليل. ألت كاتكي، ألت كاتكي كومشوم تشوغرولترو يابيور. إذن جاري الذي موجود في الطابق السفلي يصنع ضجة كثيرة أو يقوم بضجة كثيرة، لهذا السبب ما بقدر نام الليل. فأصدقائي نلاحظ هون ألت كاتكي، كات هو طابق، تا هو حرف الجر في، والكي هي الإضافة التي أتت لمعنى الذي، فالجار الذي في الطابق. فإذا اسم ومن ثم بلون مدروم اللي هي عبارة عن حرف الجر دا أو دي أو تا أو تي، ومن ثم الكي هي الإضافة بهذا الشكل. عفوا. صنفتك هيركس وريتمني دليور، قال الجميع يستمع إلى المعلم الذي في الصف، تمام؟ صنفتك هيركس، إذن جميع الجميع يستمع إلى المعلم الذي في الصف. نكمل. يارنكي، يارن هو عبارة عن ماذا؟ عن زمان ظرف، يعني هو عبارة عن ظرف الزمان يلي هو بمعنى غد. فيارنكي تبلانتيا كاتل يورمسون. السؤال التالي، هل أنت ستنضم إلى الاجتماع الذي في الغد بهذا الشكل؟ فالموضوع كتير بسيط، فقط منضيف الكي بمعنى الذي. درجي دكي، درجي تأتي بمعنى مجلة، درجي ده في المجلة، درجي دي عفوا، درجي ديكي أي الذي في المجلة. رسم لرابك يورم أي انظروا إلى اللوحات أو رسومات الموجودة التي موجودة أو التي في داخل المجلة.
أو التي في المجلة كاختصار. بينغو، بينغو هي اسم بنت، بينغو اسمه، بينغونون يانندكي عفوا قز كيم. من هي الفتاة التي بجانب بينغو؟ فأصدقائي يانندكي، يان تأتي بمعنى جانب مثل ما عم نشوف هون، يانن يعني في الجانب، وأيضا الدا هو حرف الجر والك هي التي أو الذي. إذن من هي الفتاة التي في جانب بوغن بينغو عفوا؟ بوغن كو درسا جلدن ما، هل أتيت إلى الدرس الذي في اليوم؟ أصدقائي جلدن ما هي عبارة الفعل جلمك المجيء كمصدر، جل يوروم أنا قادم أو أنا آتي، ولكن جلدن تأتي بمعنى أتيت، فهي عبارة عن ماذا؟ جيش مش زمان، هو زمن الماضي، رح يكون موضوع دروسنا بالمستوى الثاني إن شاء الله، رح نبدأ بهم. كان من الخطأ أنه استخدامهم بشكل مباشر في هذا الدرس، ولكن أنا بحب أنه وضح لكم كل شيء معلومة عشان ما تستغربوا من أي شيء موجود لدينا، نكون على بينة على كل شيء. ضمير جوريفينتا، الآن استخدام الكي ولكن بماذا؟ بوظيفة الضمير. أصدقائي باختصار ممكن أن تصبح وظيفتها وظيفة الضمير متى؟ إذا جاءت الإضافة بعد ضمائر فهي تعني أن على أن هناك شيء يعود ملكيته لشخص معين. مثال: بنيم أضام بيوك، أنا غرفتي كبيرة، غرفتي كبيرة، بنيم أضام، تذكرهم أخذناهم نحن أصدقائي، هاي بنيم أضام غرفتي أخذناهم صح، اللي هي كيشي إكليري وضمير إكليري ما إلى ذلك. فأصدقائي هون ضمير الملكية، بيوك كبيرة، إذن غرفتي كبيرة. هل أنا ما في داعي أقول له من جديد سنين أوضان كوتشوك مو أو سنين أوضان كوتشوك؟ ما في داعي أقول له أنا إنه غرفتك صغيرة، حتى اختصر كلمة سنين أوضان فقط نضع سنين كي، سنين وإضافة الكي هي نفسها بتعود إلى الغرفة، فهون أصبحت ملكية. الأمر التالي ترجمة غرفتي كبيرة، غرفتك صغيرة، نفس الأمر، يعني غرفتي كبيرة والتي لديك هي صغيرة أو التي تملكها صغيرة، فهي اختصار تعني هنا كي تعني لك أو لك بهذا الأمر أو بهذه الشكل. تمام، نأخذ أمثلة أصدقائي. إذا تأتي بعض الضمائر أو بعض الأسماء فورا، بنيم ألبسام كرمز، ملابسي صغيرة، عفوا كرمز تأتي بمعنى حمراء، ملابسي حمراء. سنين كينيرينج، التي لديك ما لونها؟ إذن الأمر بسيط، ما في داعي أقول سنين ألبسين نيرينجي أو رينجيني بمعنى آخر ما هو لون ملابسك، ما في داعي أقول من جديد سنين ألبسين، لا خلص سنين كاختصار فهي اختصرت علينا بمعنى والتي لديك ما لونها. بيجون بنيم درسين آز، يا سنينكي طيب اليوم درسي قليل يعني ما نكتير ما عندي دروس كتير. طيب يا سنينكي بمعنى آخر والتي لديك، فهنا عم بسألها باختصار والتي لديك بهذا الشكل. لالينين ساشلاري أزون، إذن شعر لالي طويل، دينيزينكي قصة، بينما الذي لدى دينيز قصير. فأصدقائي ما في داعي يقول أما دينيزين ساشلاري، دينيزينين ساشلاري قصة، لا ما في داعي، خلاص اختصار دينيزينكي اختصرت أنا، فهون مبينت الكي هي الدلالة اختصار التي لديها نوصد فيها الشعر لدى دينيز. بنين إفيم سنين كيجيبي بيوكديل، البيتي ليس كبيرا مثل الذي لديك. تمام، فهون اختصار سنينكي مثل الذي لديك، فهي بتقصد أنه أنا خلاص بيتي كبير ليس مثل بيت كبير ما مثل بيتك الصغير. الآن أنشادك بوشلوك لري أورنك ليردك كبير دول دورالم، يعني لنملأ الفراغات التي بالأسفل مثل الأمثلة. بالكون تشيكلار، عفوا تشيكلار تشوك جزال، إذن الأزهار التي في البالكون هي جميلة جدا، يعني على شرفة المنزل أصدقائي جميلة جدا، فأنا بدي أقول الأزهار التي في البلكون أو التي في الشرفة، فأصدقائي بالكون دا كي، منضيف الدا حرف الجر ومن ثم الكي بشكل مباشر. صالون قلتو كلار تشوك إسكي،
القلاطي أو الكنبايات أو شو منقول عنهم باللغة الفصحى؟ نسيت بصراحة، أو خان التعبير كولت كلار. تمام، يعني القلاطي نحن بنقول هيك قلاطي، التي في الصالون هي قديمة جدا. أون لاريد يشتري ميك ستيروم، أريد تغييرهم. فأصدقائي بدي أقول أنا القلاطي أو الكراسي أو الكنبايات أو خلص كنبايات أو القلاطي التي في الصالون قديمين جدا. فأنا شو بقول؟ قلتك صالون دا كي بهذا الشكل. إذا بو صنف أورنجيلار فارقلي أولكيلاردن جاليور، قال الطلاب الذين في هذا الصف قد أتوا من بلدان مختلفة. فأصدقائي صنف تا كي، صنف صف، تا في كي أي يعني الذي. فالطلاب الذين في الصف أتوا من بلدان مختلفة. سان كتاب يني مي، سان دكي كتاب يني مي، هل الكتاب الذي لديك جديد بهذا الشكل؟ تمام. اونو دها اونجه هيج گورمدم، انا لم اراه ابدا من قبل. اصدقائي گورمدم هي ايضا بالجيشميش زماني، يعني في الزمن الماضي. موضوعنا بالاكي راح نتعلمهم ان شاء الله. دون توبلانتي چوك ايدي، على الاجتماع الذي كان البارحه أو الاجتماع الذي كان بارحة كان جيدا جدا. فأنا بدي أقول الذي كان بالبارحة، فبقول دونك يعني الذي بالأمس بهذا الشكل. مثل ما لاحظنا أصدقائي دون دائما منضف له كو بهذا الشكل من أجل السيس أويما، من أجل تناسب الصوتي. سونرا ترين ساعت كاتش، أي أن القطار الذي سيأتي تاليا في أي ساعة بهذا الشكل. سونرا كيترين أي القطار الذي بالتالي في أي ساعة، ساعات قاشطة في أي ساعة بهذا الشكل. وكول داكي بلغي سيار بوزوك، أي أن الحاسوب الذي في المدرسة بوزوك أي معطل. فوتوغراف ياشتلو كادن كيم، المرأة المعمرة أو الكبيرة بالسن التي في الفوتوغراف اللي هي الصورة من تكون بهذا الشكل. غازيتيكي هابر تشوك الجينج، الخبر الذي في الجريدة أو الصحيفة مهم جدا أو بمعنى جذاب جدا ومثير للاهتمام. من تابع أننين إليندكي باكيتلار، عفوا باكيتلار ني، ما هي الباكيتات التي في يدي أمك أو والدتك؟ بينين بابام بوليس سنينكي نيش يابيور، قال أنا والدي بيشتغل موظف أو هو بوليس عفوا اللي هو شرطي. سنينكي نيش يابيور أي الذي لديك، تقصد والدك ما الذي يعمله، يعني ما هو عمله. تقسيم داكي لوكان طالار كوزلمي، هل المطاعم التي في تقسيم جميلة؟ سرابلن تليفونو برادا تشيك ميور، أما زينب تشيكيور. إذا بدي أنا أختصر وأقول بأنه عم بتقول لنا هون أنه التليفون الذي لدى سراب لا يسحب التغطية، بمعنى لا ما بيقدر يسحب التغطية أبدا، بينما الذي لدى زينب يسحب. فاختصارا زينب كي، يعني هون عبارة عن اختصار للهاتف بشكل عام. ماسا باردك لاري توبليورم، انني الم بهذا المعنى او اجمع الكؤوس التي على الطاولة. بازار جون يمي جاليورمسون، هل انت قادم الى الطعام الذي سيكون يوم الاحد بهذا الشكل؟ فاصدقائي ايضا جون يجب فورا اضافة الكو لها، يعني حرف الاو من اجل تناغم الصوتي، هي جن بجن. وأيضا الدن الموجودة عندنا كانت بأي مثال
بالمثال الخامس. أصدقائي بهذا الشكل بكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم. أطلت عليكم بعتذر جدا، ولكن للأسف دروسنا طويلة نوعا ما عم نشرحهم بشكل وافي إن شاء الله. بتمنى لكم متابعة ممتعة، وموعدنا مع الدرس الأخير من المستوى الأول مستوى آبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.